متحف كرفان سراي. هذا المتحف الأنيق الحقيقة الجميل في محافظة عنيزة شدني كل زاوية موجودة في هذا المتحف الحقيقة كانت هي حكاية، وهذه الحكايات لم تأتي من فراغ. وأجمل ما في هذه الحكاية سلام لمن أتى، سلام لمن أتى، وأنا أتيت إلى هذا المكان لأجل أن أنهل من هذا الجمال. الأستاذة هدى التميمي، والله أنت اليوم الحقيقة كده حلقتي ابنة من القاهرة إلى أماكن عديدة جدا، ومن الماضي القديم إلى الحديث. فلسفتش في هذا المكان الجميل الحقيقة، وأنت تتنقلي من مكان إلى مكان، أكيد عند الشيء تبغي تقولي أشياء وأشياء قصص وحكاوي كثيرة. لما سويت المتحف كانت الفكرة أنه أنا عندي قطع كثيرة، فكنت أبغى أشوفها قدام عيني، فكان ليش ما أسوي مكان أجمع فيه هذه القطع. فنتاج السفر، نتاج القراءة، نتاج حب التاريخ والجغرافيا ساعد على وجود هذا المتحف. فكل شيء دائما نقول ما يجي عبث، كل شيء يجي لسبب، فدائما حنا نرجع للسبب اللي قبل، أنه حب التاريخ والجغرافيا دائما أقوله وأركز عليه، وأهلي برضو أمي وأبوي يحبونه جدا فأثروا علي وصرت أحبه بدرجة مرة كبيرة. قد لا أكون مرة مؤرخة أو فاهمة بالتاريخ مرة، يعني العتب على الذاكرة زي ما يقولون، بس أنه قد ما نقدر ننعش ذاكرتنا وننعش أرواحنا بالأشياء الجميلة اللي حنا نحبها. وش قصة البلعقة؟ الملعقة، الملعقة بالنسبة لي هي التذكار الأساسي اللي أنا أحب أشتريه من كل دولة أسافر لها. فغالباً الناس لما تسافر تحب تشتري تذكارات مختلفة، مغناطيس وصور وأكواب وخلافه. أنا ركزت على الملعقة ولا شعورياً، هي جت كذا. 2005 كانت أول سفرة لي برا السعودية، فسافرت أستراليا، فدخلت محل صغير لقيت عنده ملعقة لفتت نظري، برغم أن الملعقة كانت عادية عليها شعار يخص المدينة نفسها كامبرا اللي كنت بها وقتها، فاقتنيت الملعقة. بعد فترة صارت الملعقة هي الهاجس أنه كل بلد أزوره لازم أقتني منه الملعقة، فهي التذكار بالنسبة لي، والتذكار اللي أنا أشتريه مو أحد يجيبه لي. هذه نقطة جدا مهمة. الله، جميل، أنا شاكر لك الحقيقة، وشاكر لمن تفضل علي بهذا اللقاء وبهذه الزيارة. وهذه هي الملعقة اللي كنا نتكلم عنها، هذه واحدة من الملاعق، هذه من الهدايا. أيوة، هذه من الهدايا، أما الأشياء المقتناة فهي محطوطة في برواز حتى لا تتحرك. جميلة جميلة، جميلة. كل زاوية من هذه الزوايا، والختام هي هذه الزاوية الجميلة، والصورة، الصورة هي ذاكرة المكان والزمان والإنسان، والصورة اليوم أصبحت هي جزء من هويتنا وجزء من ثقافتنا. إذا بغينا نتحدث عن ثقافة معينة دائما ما نضع صورة ونكتفي، لأن الصورة تكفي عن أشياء كثيرة.